حساب مجموع أو فرق عددين كسريين ليس لهما نفس المقام، نوحد مقاميهما ونحتفظ بنفس المقام الموحد، ونحسب مجموع أو فرق بسطيهما ونختزل متى أمكن. نلاحظ المقام الأكبر، مقام أكبر هو 12، ونطرح السؤال: هل 12 من مضاعفات العدد 4؟ نعم. إذن ما هو العدد الذي نضربه في 4 ويساوي 12؟ هو العدد 3. إذن سوف نضرب هذا المقام 4 في 3، وأيضا سوف نضرب البسط في 3، بينما العدد الذي مقامه 12 سوف يبقى على حاله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الرابع، جمع وطرح الأعداد الكسرية الأهداف. أولا، حل وضعية مسألة بتوظيف جمع وطرح الأعداد الكسرية. ثانيا، حساب مجموع وفرق عددين كسريين. ثالثا، حساب مجموع وفرق عدد كسري وعدد صحيح، والعدد الصحيح المقصود به هو العدد واحد. فلنبدأ على بركة الله بتذكير المتعلمين بمكتسباتهم السابقة فيما يخص الأعداد الكسرية. إذن ما هو العدد الكسري؟ هو خارج قسمة عدد صحيح طبيعي على عدد صحيح طبيعي آخر مخالفا للصفر، ويكتب على شكل كسر، بحيث أعلى الكسر يسمى بالبسط وأسفل الكسر يسمى بالمقام، ويجب أن يكون المقام مخالفا للصفر. وكأمثلة لدينا العدد الكسري 1 على 3، 2 على 5، 7 على 18، وهكذا. من بين ما تمت دراسته سابقا وهي الكسور المتكافئة، إذن ماذا نعني بها وكيف نحصل عليها؟ هي كتابات مختلفة لنفس الكسر، ونحصل عليها بضرب البسط والمقام في نفس العدد، أو قسمة البسط والمقام على نفس العدد. وكمثال لدينا هنا العدد 2 و4، نريد أن نبحث عن العدد المكافئ له، فنضرب البسط والمقام في نفس العدد أيا كان هذا العدد. نختار مثلا العدد 3، إذن نضرب البسط في 3 والمقام في 3، فنحصل على 2 في 3 6، و4 في 3 12، ونحصل على العدد الكسري 6 على 12، هو عدد مكافئ للعدد الكسري 2 على 4. هناك طريقة أخرى نستعمل فيها الضرب للحصول على العدد الكسري المكافئ للعدد 2 على 4، وذلك بالبحث عن المضاعف المشترك الأكبر بين البسط والمقام. فنلاحظ أن 2 و4 هي أعداد زوجية من مضاعفات العدد 2، يعني أننا سوف نضرب البسط في 2 والمقام في 2، ونبحث ما هو العدد الذي نضربه في 2 ويعطينا 2، هو العدد 1، وفي المقام ما هو العدد الذي نضربه في 2 ويعطينا 4، هو العدد 2. وبهذه الحالة سوف نختزل هنا ب 2، فيبقى لدينا العدد 1 على 2، ويسمى العدد الكسري المكافئ المختزل للعدد 2 على 4. بعد أن استعملنا الضرب للحصول على العدد المكافئ، الآن سوف نستعمل القسمة، وذلك بالبحث عن القاسم المشترك بين العددين 2 و4، هو 2. إذن سوف نقسم البسط على 2، وأيضا سوف نقسم المقام على 2. 2 مقسمة على 2 تساوي 1، و4 مقسمة على 2 تساوي 2. لنتأكد، 1 في 2 تساوي 2، 2 في 2 تساوي 4، وبذلك نحصل على العدد الكسري المكافئ المختزل للعدد 2 على 4، وهذه العملية تسمى بالاختزال. كما لا ننسى أن نذكر بخاصية جمع عددين كسريين لهما نفس المقام بإعطاء بعض الأمثلة. مثلا لدينا العدد 3 على 5 زائد العدد الكسري 1 على 5. نلاحظ أن لدينا عددين كسريين لهما نفس المقام، ماذا سوف نفعل؟ سوف نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين، 3 زائد 1 تساوي 4 على 5. إذن بنفس الطريقة سوف نحسب العملية التالية: 3 على 6 زائد 1 على 6 زائد 2 على 6. نلاحظ لدينا حساب مجموع 3 أعداد كسرية لها نفس المقام، إذن سوف نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسط،
3 زائد 1 زائد 2 تساوي 6 على 6، و 6 على 6 تساوي 1. هنا سوف نقوم بحساب مجموع عددين لهما نفس المقام، إذن سوف نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. 5 زائد 3 تساوي 8 على 10. عدد 8 على 10 يمكن اختزاله، لماذا؟ لأن 8 عدد زوجي و10 عدد زوجي، يعني أنهما من مضاعفات العدد 2. في هذه الحالة إما سوف نقسم على العدد 2 فنجد 8 مقسمة على 2 تساوي 4، و10 مقسومة على 2 تساوي 5. إذن 4 على 5 هو عدد كسري مختزل لمجموع هذين العددين. وإما أن نستعمل طريقة ثانية، سوف نستعمل الضرب، وذلك بالضرب في 2، كل من البسط والمقام. فنبحث ما هو العدد الذي نضربه في 2 ويساوي 8، هو العدد 4. وما هو العدد الذي نضربه في 2 ويساوي 10، هو العدد 5. إذن سوف نختزل ب 2 فيبقى لدينا العدد الكسري المختزل 4 على 5. وأيضا نذكر بخاصية طرح عددين كسريين لهما نفس المقام. إذن لطرح عددين كسريين لهما نفس المقام نحتفظ بنفس المقام ونطرح البسطين. 6 ناقص 4 تساوي 2 على 12. هل يمكننا أن نختزل هذا العدد؟ نعم، ذلك بالبحث عن المضاعف المشترك بينهما أو القاسم المشترك بينهما. إذن 2 و 12 هي أعداد زوجية من مضاعفات العدد 2، إذن سوف نقسم البسط والمقام على نفس العدد الذي هو 2. إذن 2 مقسمة على 2 تساوي 1، 12 مقسومة على 2 تساوي 6، وبالتالي 1 على 6 هو فرق هذين العددين الكسريين. أو يمكننا أيضا أن نستعمل الضرب، وذلك بالبحث عن المضاعف المشترك بين 2 و 12 وهو العدد 2، فنضرب البسط في 2 والمقام في 2 ونقول ما هو العدد الذي نضربه في 2 ويساوي 2، هو العدد 1. ما هو العدد الذي نضربه في 2 ويساوي 12، هو العدد 6، فنختزل ب 2 ويبقى لدينا العدد 1 على 6. العملية الثانية، لدينا 1 ناقص 3 على 4. نلاحظ أن 1 هنا لدينا عدد صحيح طبيعي، كل عدد صحيح طبيعي وعدد كسري نكتبه على شكل كسر يطابق مقامه مقام العدد الكسري الثاني. إذن 4 على 4 ناقص 3 على 4، وبالتالي نحصل على عددين كسريين لهما نفس المقام، فنحتفظ بنفس المقام ونطرح البسطين. 4 ناقص 3 تساوي 1، والمقام هو 4 والعدد الكسري هو 1، وعلى 4 هو عدد كسري مختزل. كل هذه المعلومات والدروس الخاصة بالأعداد الكسرية والتي تعرفنا عليها بالمستوى الثالث جمعتها لكم برابط البلاي ليست تجدونه في أول تعليق. فلنبدأ على بركة الله. ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نحل فيها وضعية مسألة بتوظيف جمع وطرح الأعداد الكسرية. أعدت أم كعكة لولديها أحمد وعلي، قسمتها إلى 4 أجزاء متساوية، أكل منها أحمد النصف واكتفى علي بأكل الربع منها. أولا أمثل نصيب كل ولد وأكتبه على شكل عدد كسري، ثانيا أحسب مجموع نصيبي الولدين، ثالثا أحسب ما تبقى من الكعكة. إذا لدينا الكعكة مثلناها على شكل دائري أيضا بالأشرطة، قسمتها أم إلى 4 أجزاء متساوية. وأيضا بالنسبة للشريط، نريد الآن أن نحدد نصيب كل ولد. أحمد أكل النصف، يعني نصف الكعكة، سوف يكون نصيب أحمد هو هذا الجزء، وكذلك النصف الممثل على الشريط بهذا الشكل، والنصف معبر عنه بالعدد الكسري 1 على 2. بالنسبة لعلي اكتفى بأكل الربع من هذه الكعكة، يعني هذا الجزء. وأيضا بالنسبة للشريط، هذا هو الجزء المعبر عنه بالربع، يعني جزء من بين 4 أجزاء متقايسة، والمعبر عنه بالعدد الكسري 1 على 4. الآن سوف نقوم بحساب مجموع نصيبي الولدين معا. إذن لدينا أحمد
أكل النصف وعلي أكل الربع. يعني أننا سوف نستعمل عملية الجمع لحساب نصيبي الولدين معا. الآن سوف نقوم بحساب مجموع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام. في هذه الحالة سوف نستعين بالعدد المكافئ من خلال الشريط. فنلاحظ أن العدد الذي يكافئ 1/2 على الشريط هو 2 أو جزئين من بين 4 أجزاء متساوية، يعني 2/4. إذن 1/2 تساوي 2/4 زائد 1/4. فنلاحظ أننا حصلنا على عددين كسريين لهما نفس المقام. إذن كيف انتقلنا من 1/2 إلى 2/4؟ انتقلنا بضرب المقام في 2 للحصول على 4، وأيضا ضربنا البسط في 2 للحصول على 2، يعني أننا ضربنا في نفس العدد. هذه العملية تذكرنا بتوحيد المقامات، وبالتالي 2/4 زائد 1/4 تساوي 2 + 1/4 تساوي 3/4. سوف نذهب إلى الشريط ونلاحظ أن نصيب الولدين معا هو 1 2 3/4. وبذلك نستنتج أنه لحساب مجموع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام، نوحد مقاميهما ونحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. السؤال الثالث، أحسب ما تبقى من الكعكة. إذا لدينا كعكة واحدة، أكل منها أحمد وعلي نصيب قدره 3/4، ونريد أن نعرف الباقي. إذن هنا سوف نستعمل عملية الطرح. هنا سوف نقوم بحساب فرق عدد صحيح طبيعي وعدد كسري. هنا لدينا كتابتين للعدد واحد، إما أن نكتبه على شكل عدد كسري 1/1 = 1 -3/4، وهنا يصبح لدينا حساب فرق عددين كسريين ليس لهما نفس المقام. هذه القراءة الأولى أو الكتابة الأولى. الكتابة الثانية، يجب أن نبحث عن العدد المكافئ أو العدد الكسري المكافئ للعدد واحد انطلاقا من التمثيل. إذن العدد واحد يمثل لنا 1 2 3 4، 1 2 3 4 يعني 4 أجزاء من بين 4 أجزاء متساوية، يعني 4/4 -3/4. هنا ننتقل من حساب فرق عدد صحيح طبيعي وعدد كسري إلى حساب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا في هذه الحالة نحتفظ بنفس المقام، 4 - 3 تساوي 1/4. هنا لدينا 1/1. كيف يمكننا أن ننطلق من 1/1 إلى 4/4؟ ما علاقة العدد الكسري 4/4 بالمقام هنا 4؟ إذن وكأننا قمنا بتوحيد المقامات. إذن نحتفظ بالعدد 4 هنا في المقام، وهنا نضرب في العدد 4، يعني نضرب المقام في 4 ونضرب البسط في 4، فنحصل على عدد 4/4 ونتمم باقي الحساب. إذن هنا نستنتج أنه لحساب فرق عدد صحيح طبيعي وعدد كسري يجب أن نحول العدد الصحيح إلى عدد الكسري، بحيث يكون مقامه هو مقام العدد الثاني أو مقام المطروح، وبالتالي ما تبقى من الكعكة هو 1/4 أو الربع. إذن كي نتأكد من صحة جوابنا، لاحظ أن هذا الجزء يمثل 1/4، كذلك هنا لدينا هذا الجزء يمثل 1/4. وكخلاصة لحساب مجموع أو فرق عددين كسريين ليس لهما نفس المقام، نوحد مقاميهما ونحتفظ بنفس المقام الموحد، ونحسب مجموع أو فرق بسطيهما ونختزل متى أمكن. نمر للوضعية الثانية والتي سوف نطبق فيها القاعدة التي تعرفنا عليها في الوضعية الأولى، وذلك بحساب مجموع وفرق عددين كسريين، وأيضا حساب مجموع وفرق عدد كسري وعدد صحيح. لدينا 3/4 زائد 1/8. هنا سوف نقوم بحساب مجموع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام. إذن يجب علينا أن نوحد
المقام. في هذه الحالة سوف نلاحظ هل مقام العدد الثاني من مضاعفات مقام العدد الأول؟ نعم، فنلاحظ أن 8 من مضاعفات العدد 4. هنا سوف يكون المقام الموحد هو العدد 8، يعني أننا سوف نحتفظ بعدد الكسري الثاني كما هو. ونمر للعدد الكسري الأول. إذن هنا للانتقال من 4 إلى 8 ضربنا في 2، أيضا نضرب البسط في نفس العدد وهو 2، تساوي 3 في 2 6، 4 في 2 8. هنا أصبح لدينا عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا القاعدة تقول لحساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. في هذه الحالة 6 زائد 1 تساوي 7 على 8. دائما مع حساب مجموع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام، إذن سوف نراقب مقاميهما. لدينا 7 ولدينا 3، إذن العدد الأكبر هو 7. هل 7 من مضاعفات 3؟ لا. إذن في هذه الحالة سوف نبحث عن المقام الموحد، وذلك بضرب 7 في 3، يعني أن العدد الكسري الأول مقامه سوف نضربه في 3، والعدد الكسري الثاني مقامه سوف نضربه في 7. إذا ضربنا البسط في 3 أيضا المقام سوف نضربه في 3. بالنسبة للعدد الكسري الثاني ضربنا المقام في 7 أيضا سوف نضرب البسط في 7، تساوي إذا 2 في 3 6، 7 في 3 تساوي 21، زائد 1 في 7 7، 3 في 7 21. إذا حصلنا على عددين كسريين لهما نفس المقام، وحدنا مقاميهما. في هذه الحالة سوف نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. إذا 7 زائد 6 تساوي 13، والمقام هو 21، يعني 13 على 21. هل 21 من مضاعفات العدد 13؟ إذا لا. هل يوجد قاسم مشترك بينهما؟ أيضا لا. إذا نتوقف هنا. لدينا هنا حساب مجموع عدد صحيح طبيعي وعدد كسري. في هذه الحالة ماذا سوف نفعل؟ سوف نحول العدد الصحيح الطبيعي 1 إلى عدد كسري، بحيث يكون مقامه هو مقام العدد الكسري الثاني، يعني 3 على 9، لأنه لدينا هنا 1 على 1. إذا نضرب 9 في 1، أيضا نضرب المقام في 1، 9 على 9. ولدينا قاعدة تقول أي عدد نقسمه على نفسه يساوي العدد 1. يصبح لدينا عددين كسريين لهما نفس المقام، إذا نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. إذا 9 زائد 3 تساوي 12 على 9. هل يمكننا هنا أن نقوم بالاختزال؟ نعم. لماذا؟ لأن لدينا قاسم مشترك بين 12 و 9، يعني أن 12 تقبل القسمة على 3 لأن مجموع أرقامها يساوي 3، وأيضا 9 تقبل القسمة على 3 لأن 9 من مضاعفات العدد 3 وتساوي. إذن 12 مقسم على 9، أو ما هو العدد الذي نضربه في 3 ويعطينا 12، هو العدد 4، و 9 مقسومة على 3 تساوي 3، وبالتالي نحصل على العدد الكسري المختزل 4 على 3. نمر الآن لحساب فرق عددين كسريين ليس لهما نفس المقام. هي بنفس الطريقة التي استعملنا لحساب مجموع عددين كسريين. إذن يجب أن نوحد مقاميهما. كيف؟ إذن نلاحظ المقام الأكبر. المقام الأكبر هو 12. ونطرح السؤال، هل 12 من مضاعفات العدد 4؟ نعم. إذن ما هو العدد الذي نضربه في 4 ويساوي 12؟ هو العدد 3. إذن سوف نضرب هذا المقام 4 في 3، وأيضا سوف نضرب البسط في 3، بينما العدد الذي مقامه 12 سوف يبقى على حاله. ونتمم، إذن 3 في 3 تساوي 9، و 4 في 3 تساوي 12 ناقص 5 على 12، وبذلك يصبح لدينا عددين كسريين لهما نفس المقام الذي هو 12، وهنا نحتفظ بنفس المقام ونقوم بحساب فرق البسطين. إذن 9 ناقص 5 تساوي 4،
والمقام هو 12. إذن هل يمكننا أن نختزل العدد الكسري 4 على 12؟ نعم. لماذا؟ لأن 12 من مضاعفات العدد 4، يعني هناك قاسم مشترك وهو العدد 4. إذن نقسم 4 على 4، وهنا سوف نقسم على 4 كذلك. إذن 4 على 4 تساوي 1، و12 مقسومة على 4 تساوي 3، ونحصل على العدد الكسري 1 على 3. هذه الطريقة باستعمال القسمة أو القاسم المشترك. يمكن أيضا أن نكتب 4 على الشكل التالي، يعني 1 في 4، وهنا 12 نكتب على شكل 3 في 4. إذن هنا لدينا المضاعف المشترك هو 4، إذن نختزل ب 4 فيبقى لدينا العدد 1 على 3. أيضا لدينا هنا حساب فرق عددين كسريين ليس لهما نفس المقام. ركز على المقام الأكبر، هو 3. 3 من مضاعفات العدد 2؟ لا. إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ سوف نضرب 3 في 2. عندما لا يكون مقام أحد الأعداد الكسرية مضاعفة للعدد الآخر، نضرب 1 في الآخر. إذن هنا سوف نضرب 3 في 2 العدد الكسري الأول. العدد الكسري الثاني أيضا مقامه هنا 2، نضربه في 3. إذن إذا ضربنا المقام في 2 نضرب البسط كذلك في 2، 2 في 2. وهنا ضربنا المقام في 3 أيضا البسط سوف نضربه في 3، تساوي 2 في 2 4، 2 في 3 6، ناقص العدد الكسري الثاني 3 في 1 3، 2 في 3 6. يصبح لدينا عددين كسريين لهما نفس المقام. في هذه الحالة سوف نحتفظ بنفس المقام ونحسب فرق البسطين. 3 ناقص عفوا 4 ناقص 3 إذا تساوي 1 على 6. هنا لدينا حساب فرق عدد صحيح طبيعي وعدد كسري. إذا سوف نكتب العدد 1 على شكل عدد كسري مقامه هو مقام العدد الكسري الثاني، يعني 5. إذا في الأعلى أيضا سوف يكون أو في البسط يكون لدينا 5، 5 على 5 تساوي 1. هذه الطريقة. الطريقة الثانية تعنا في درس أعداد الكسرية المقبل هو 1 على 1. إذا نريد أن نوحد المقام، ماذا سوف نضرب؟ سوف نضرب المقام في 5 وأيضا البسط في 5 ويعطينا 5 على 5، ناقص 3 على 5. إذا يصبح لدينا نفس المقام. هنا سنقوم بحساب فرق البسطين، 5 ناقص 3 تساوي 2 على 5. هل يمكن أن نختزل؟ لأن 5 ليست من مضاعفات 2، وأيضا 2 ليست قاسم للعدد 5، لذلك لا يمكننا الاختزال. إذا نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية، نلقاكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.